في واحد الصباح بمدينة خريبكة سنة 2014، شي ناس كانوا غادين للسوق، غيلقاو واحد الجثة ديال شاب في عمرو 20 سنة مضروب بموس في وجهو وضربة جهة الكلية ديالو اللي كانت ضربة قاتلة. هنا غيخبرو الدرك الملكي بهاد الجريمة، وبالفعل غينتقلو عناصر الدرك هاديك البلاصة، غيلقاو جثة مرمية في جنب الطريق. هنا الدرك الملكي سولو الناس اللي كانوا في مسرح الجريمة وقالوا لهم هادي طريقنا للسوق، شفنا هاد الشخص مرمي، من تقربنا منه لقيناه مقتول وخبرناكم. انا الدارك فاش داروا المعاينه ديالهم للجثه غيتفاجئوا من واحد القضيه، اللي هي لقاو البطاقه الوطنيه ديال الضحيه، ولقاو عنده حتى الفلوس والتليفون مازال عنده. هنا غيتبين الدارك الملكي بان الضحيه ما قتلوش لوت السرقه، والغريب في الامر هو فاش شافوا البطاقة الوطنية لقوا أن الضحية تسكن في الدار البيضاء ومقتول في خريبكة. وهنا نطرح السؤال، الجاب ولد في عمره 20 سنة لمدينة خريبكة، وهنا غينقلوا جثة المستودع الأموات، ومباشرة الدرك الملكي غينتقلوا مدينة الدار البيضاء وغيخبروا عائلته بأن لقوا الابن ديالهم مقتول. هاد العائلة اللي كتسكن في حي راقي بالدار البيضاء ولا بأس عليهم ماديا، وعندهم غير هاد الولد بوحدو، والأب الضحية كان مريض بزاف وشاد الفراش. هنا غيسولوا عائلة الضحية، واش عندكم شي عائلة بمدينة خريبكة يقدر الابن ديالكم يمشي عندهم؟ قالوا ليه لا. هنا رجعوا نتيجة الطب الشرعي اللي توصلوا على ان الضحية ما ماتش بطعنة الموس، انما مات بالسم اللي كلاه، وطعنة اللي كانوا في الضحية تضرب بعد الموت ديالو. هنا المجرم بغى يوهم الشرطة وتضليل البحث باش يوصل الفكرة على أن الضحية ما ماش بالسم. أنا الدارك سولوا الوالدين ديال الضحية شنو كتدير الضحية في حياته، قالت ليه الأم ديالو على أن ولدها تقرأ، وقالت أيضا ولدي قال لي غنمشي عند ولد خالتي غنبات معاهم. وأنا الدارك سولوا الأم واش ولدكم موالف تيبات عند ولد خالته، قالت ليهم موالف تيبات وحتى هما كيباتوا معاه هنا في الدار. وأنا الدارك انتقلوا عند ولد خالته وسولوهم وقال لهم واش هاد ولد خالتكم بات عندكم البارح، قالوا لهم كان غيجي بات عندنا ولكن اتصل بينا وقال لنا خليه واحد المره اخرى، قال هذاك ولد خالتهم. واش هو اللي اتصل بكم قال لكم ما غاديش نجي؟ قالوا لي اه هو اللي اتصل بينا. ولكن الغريب في الامر هو ان الدرك فاش قلبوا الهاتف الضحيه ما لقاو حتى شي اتصال داروا الضحيه. وهنا الدرك قال وريني نشوف هذيك المكالمه ديال ولد خالتك. بالفعل غادي يلقى المكالمة ديال ولد خالته بالرقم الهاتف ديالو، ولكن الغريب علاش الدرك ما لقاو حتى شي مكالمة واردة أو صادرة في هاتف الضحية، وعلاش تمسحو؟ وهنا أم الضحية بداو تيجيو عند العيالات باش يعزيوها في ولدها. وهنا واحد السيدة غاتقول أم الضحية راه ولدك بقى في ولدي بزاف، وقال لي يلاه شفتو البارح مع واحد السيد التيران ركب معاه في السيارة. وهنا الأم استغربت شكون هاد السيد اللي كان مع ولدها عنده السيارة. وهنا الأم غتخبر الدرك اللي مكلفين بالبحث ديال ولدها، وقالت لهم راه واحد ولد الجيران شاف ولدي آخر مرة ركب مع واحد السيد في السيارة، وحنا ما كنعرفوش شكون هاد السيد، وخا هاد الولد وصف لنا السيارة والسيد ما عرفناش شكون. هنا الدرك مشاو عند هداك الولد وأكد لهم باللي شافوا آخر مرة مع هداك السيد اللي كان في عمره شي 36 سنة وركب في داسية كحلة، وقال له الضحية واش نوصلك معانا؟ قلت ليه لا غادي نبقى غير هنا. وهنا غيكون مول داسية كحلة هو المشتبه الرئيسي لهذه القضية. هنا الدرك سولوا العائلة واش عندكم شي عداوة مع شي واحد في العائلة أو الأصدقاء. هنا قالوا للدرك لا ما عندنا شي عداوة. في واحد اللحظة قالت أم الضحية كانوا عندنا شي مشاكل مع أخ الزوج ديالي، كانوا شي مشاكل عائلية ولكن هذه مدة طويلة علاقتنا مقطوعة. وهنا الدرك سولوا الأب على السكن ديال الاخ ديالو، ومباشره مشاو الدرك عند اخ الاب الضحيه وسولوه على وفاه ولد خوه. قال لهم انا مخبريش باللي راه مات. قالوا ليه حتى شي واحد مخبرك بالوفاه ديالو؟ قال لهم لا لحقاش علاقتنا مقطوعه من شحال هادي. وهنا الدرك خداو الاقوال ديالو وخرجوا، وهما خارجين حتى كيتصادفوا بواحد الولد بلاصه السياره ديالو اللي كانت طاسيه كحله، ودخل الدار اللي كانوا فيها. قالوا ليه اش نسولك فين غادي؟ قال لهم هادي راه دارنا. قالوا ليه هاد السياره ديالك؟ قال لهم اه ديالي.
قالوا ليه فاش خدام؟ قال لهم غير كنخطف البلايص بهذه السيارة. وهنا الدرك شافوا في هذا السيد على أنه في جميع المواصفات اللي قال لهم هذاك الولد اللي شافوه مع الضحية. وهنا الدرك غيسولوه وقالوا ليه واش تلاقيت مع ولد عمك البارح؟ قال لهم لا، وأصلا عمي ولد عمي ما كنتشوفوش بزاف، هادي شحال وحنا علاقتنا مقطوعة. وهنا الدرك قالوا ليه وانت أصلا شكون قال لك كنهضروا على هاد ولد عمك؟ أنا السيد تلف بدا كيدخل وكيخرج في الهضره، لحقاش عقلو مشانيش انا مع الضحيه، مع العلم عنده بزاف عمامه وولاد عمامه. انا الدارك قالوا ليه غتمشي معانا، بالفعل مشى معاهم وجابوا الولد اللي شافوا اخر مره وسولوه وقالوا ليه واش هاد السيد هو اللي شفتي مع الضحيه اخر مره في التيران؟ قال لهم اه هو هذا، وكانت عنده سياره داسي كحله. وانا الدارك قالوا ليه الادله كلها ضدك، وكتاكد انت هو المشتبه الرئيسي، الا كانت شي حاجه تبغى تقولها غير قولها بلا ما تبقى تدوخنا، غنوصلوا نوصلوا الحقيقه. ومع كل هاد الادله انكروا، قال لهم ما تلاقيتوش. وهنا واحد الدرك قال له اعطيني الهاتف ديالك، فاش بدا كيقلب لقى النمره ديال الضحيه عنده. قالوا ليه واش كتفلى علينا؟ اش كدير عندك النمره ديال الضحيه ولد عمك وانت كتقول علاقتنا مقطوعه من شحال هادي؟ قال لهم الصراحه انا اللي قتلت ولد عمي. قالوا ليه عاود لنا كل شيء من الاول شنو وقع؟ وهنا بدا كيعاود قال لهم بالفعل علاقتنا مقطوعه مع عمي بسبب مراتو كتحرش عمي علينا. فواحد النهار مشيت عند ولد عمي المدرسه وخديت النمره ديالو وصونيت ليه باش نتفرجوا انا وياه في الماتش. بالفعل تفرجنا، فاش ركب معايا جبت واحد الخبز بالكفته اللي كنت داير فيه السم، قلت له هاكل انا يلا كليت دابا. بدات ياكل وحنا غادين في الطريق بعد 20 دقيقه بدا كيتوجع وكيتقيا. وقفت السياره وبقيت معاه حتى مات، وهزيتو في المالا ومشيت به مدينه خريبكا، رميتو تماك وضربتو بالموس في وجهو والكليه ديالو. والسبب اللي خلاه يقتل ولد عمو انا كنت عارف عمي مريض وعندو بزاف الاملاك وعندو غير هاد الولد غيورث كل شيء، قلت غنقتلو باش نكون حتى انا من الورثه ديال عمي. بسبب هاد الطمع هاد المجرم غادي يتحكم بالسجن المؤبد. وهنا غنكون وصلنا لنهاية قصة اليوم. إلا عجبك الفيديو دير شي جيم وتعليق إيجابي واشتراك في عائلة نوستالجيا.